المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا أيها المسيح إلهنا أن نطوف بأصوات التسبيح مع أجواق رسلك القديسين، فنعظم ذكرى انتقال والدتك الطوباوية مريم. أهلنا بصلواتها أن ننعم معها عن يمينك في لقائك المجيد، ونرفع المجد والشكر بغير انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى شمس البر الذي أشرق بنعمته من مريم الشرق العظيم، فأنار العالم كله بأشعته الإلهية إلى الولد المحتجب الذي كرم يوم انتقال أمه وبجل تذكارها النقي في الأرض والسماء. برخمور أبون ريش كهني. الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح الكلمة الله المزيح في حضن أبيك الأزلي، يا من شئت في ملء الزمان فولدت بالجسد من مريم البتول بنت داود، وتممت تدبيرك الخلاصي لأجلنا، ورفعت إليك أمك وتوجتها ملكة في الأرض والسماوات. ها نحن اليوم نكرم عيد انتقالها المجيد مع الرسل القديسين الذين اجتمعوا من الأقطار البعيدة ليكرموها، ومع الخدام السماويين نهتف لها بأشرف الألحان قائلين: هلمي بسلام أيتها الأم النقية والدة الإله الكلمة يا مقصورة الملك السماوي، هلمي بسلام يا هيكل الروح القدوس ومسكن الله الأعلى، هلمي بسلام أيتها السلم الروحية التي رآها يعقوب، بها يصعد الذين عبروا إلى العلا فوق سلطان الألم والموت. والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور أن تمنحنا بصلواتها غفران الخطايا، وتهب الأمان للكنائس والسلام للأديار والعضد للشيوخ
والنشاط للشبان والتربية للأطفال والراحة للمنتقلين المؤمنين. أهلنا جميعا لملكوتك الأبدي في رفقة العذراء أمك القديسة وجوق الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين. برخمور أبون ريشبوني فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. اقبل يا ربنا يسوع المسيح عطر بخورنا الذي قربناه في ذكرى انتقال أمك العذراء مريم القديسة. أهلنا أن نكرم يوم عبورها من هذا العالم مع الرسل القديسين، وامنح الغفران لرعيتك المحتفلة بهذا العيد. برخمور يشكهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. قديسات أنوه قديسات حيلتون قديسات الذي لا يموت. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين.
العرش تجي الأطوار. تم قول المرنم في الأم العذراء مريم، ارفعوا الباب تدخل أم الملك الأعظم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما وبارك. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، لتكن محبتكم بلا رياء، تجنبوا الشر ولازموا الخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، وبادروا بعضكم بعضا بالإكرام، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، وبالروح حارين، وللرب عابدين، وبالرجاء فرحين، وفي الضيق ثابتين، وعلى الصلاة مواظبين، وفي حاجات القديسين مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء ساعين. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين، والتسبيح لله دائما. المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك. يا رب نصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: قالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس، ورحمته إلى أجيال وأجيال للذين يتقونه. صنع عزاً بساعده، وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم، أنزل المقتدرين عن العروش، ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاه، ذاكراً رحمته
لإبراهيم ونسله إلى الأبد، كما كلم آباءنا حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح الأولين. اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم سيدة الدر ومرمرون وجميع القديسين. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، رعيتك هذه أبناءها الحاضرين والغائبين،
احفظ الأحياء بنعمتك، واشف المرضى، وارحم الموتى، واذكر يا ربي جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. هامت الرسل 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا إخوتي كهنة المسيح ويا خدمة الروح القدوس. السلام والمحبة والإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح، فليكن إله السلام معكم أجمعين. ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس بارخ مورش كهن الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب واضب وجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس بارخ مورش كهن لنا وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. Ooh.
إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. بارخ مورش كهني وبيوم هودك ضمحى شودي لمعبد حايل ساب اللحم بيدا وقاضي شوطو وبارخ وقادش وقصويا بالتلميذة الموضوع لتقديسنا، ف
فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعبدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاقي ومار نصر الله أبانا ومار مارون مطراننا وعدد الكهنة والشمامسة وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. ارحمي يا رب، ارحم شعبك ولا تسخط علينا إلى الأبد. يا رب إن الذي تحب مريض لبنان، نقدم لك يا رب وطننا الحبيب لبنان الذي ينزف بشبابه إلى الخارج، لأنك أنت وحدك صانع السلام. أفض سلامك، أنت الوحيد القادر أن تمنحه إياه. أنر عقول المسؤولين المدنيين والسياسيين حتى يحققوا العدل ويحافظوا على الإنسان وكرامته. بشفاعة مريم سلطانة الانتقال نسألك يا رب. ارحمي يا رب، ارحم شعبك ولا تسخط علينا إلى الأبد. أعطنا يا رب أن نحب بلا رياء، أن نكره الشر ونحب الخير، أن نتنافس في إكرام بعضنا البعض حتى نصبح على مثال مريم سلطانة الانتقال هياكل للروح القدس، ونعكس روح الأخوة والوحدة في قلب رعيتنا، نسألك يا رب. ارحمي يا رب، ارحم شعبك ولا تسخط نرفع صلاتنا على نية الدعوات الرهبانية والكهنوتية. يسوع هو الكاهن الأوحد، ما أعظم المهمة التي تقوم بها أيها الكاهن والذي يكرمها خدام النار والروح. من يستطيع أن يوفي ويثبت عظمتها؟ أرسل لنا يا رب كهنة ورهبانا وراهبات قديسين حتى يحملوا البشارة بعزم وثبات، متحدين كل الصعوبات على مثال مريم سلطانة الانتقال وأم الكاهن، نسألك يا رب. ارحمي يا رب، ارحم شعبك ولا تسخط علينا.
نشر جميع الشبيبة في العالم وخاصة شبيبة الشرق الذين يتخبطون بشرائع النفعية والاستهلاكية التي لا تعطي قيمة للجسد والخاصية كل فرد، فيكون ذكر انتقال أمنا مريم انتقالهم إلى معرفة الرب فيعرف قيمة الخلق والإنسان والنعم التي تفيض على القلوب العابدة لك. نسألك يا رب ارحمني يا رب، ارحم شعبك ولا تسخط علينا إلى الأبد. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا في مدافن هذه الرعية وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. ارحم اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أبوت كشته برخت بحو دمر عيل خلهنو قابل دحلو فيميت وتحاسبه هقور بونو ساب من إيدي وترعو لي ولوتت خرلي حطوه تصارت دمرو نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين.
السلام لجميعكم. أحنو رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك وأهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم لأنك كثير المراحم على كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخمور إشكهن الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. وما روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس. تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. You're the one.
نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها ولو كنا غير أهل لها. لا تخجلنا بخطايانا بل اعددنا وخلصنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس برخمون يشكون الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم ومع روحك. أبسط أيها رب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ من جميع الأعداء، وكملوا بفيض بركاتك، فنرفع مع المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس بارخ مورش كهن الآن وإلى الأبد. آه.